بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، هكذا تعلن انطلاقة شوط الابكار. هذا شوط قدرتي اهالي السودان. ما شاء الله الاعداد الهائلة، 25 مشاركة من الابكار. نسير مع البداية، ناخذ المركز الاول، الحضور مع الشاهنية، الصديق ايضا يقدم لنا الصديق عدلويس الصديق الويس على المركز الأول. المركز الثاني هناك أيضا للسيد حسن أحمد الدرويشي. المركز الثالث هنا الوصول والتقدم من قبل، مرحبا أبو زرع للهدى. والمركز الرابع هناك أيضا حاملة رقم 4 القادمة ناقلات علي عطشان، وهنا الوصول من محكمة الصديق عطا. ولكن الويس راح اللويس راح على المركز الاول. روحت الشاهنيه بالفوز، تقود هذا السرب، تقود سرب الابكار. الدرويشي على المركز الثاني يقدم لنا هنا خوفه الله، ولكن مزعجه وصل تحركت. مرحبا بوزر يقدم مرحبا على المركز الثاني، ولكن الشوط مع الشاهنية، مع الصديق اللويس يقدم لنا هذا الحضور. طارت إلى أهالي بودريك، إلى أهالي السودان، أسعد الله مساكم بكل خير. تهانينا للسيد الصديق اللويس على هذا الفوز وعلى هذا الأداء الجميل ليتقدم. مرحبا ولكن اللويس بالفعل يقدم لنا الشاهنية. تهانينا للصديق اللويس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مرحبا بوزر علي الهد. المركز الثالث مزعجة لسعد الصديق.